السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مشاهدين الكرام على قناة الفجيرة مطلع الشمس، وفي برنامجكم المميز 7 على 7 نأتيكم في كل مساء من الساعة 7، نأخذ مواضيع مختلفة، نشوف أخبار الدولة إن كانت في الفجيرة ولا في الإمارات الثانية، فعاليات مختلفة. دوما خلوكم معانا على قناة الفجيرة وفي برنامجكم 7 على 7. طبعا مشاهدين الكرام، دولة الإمارات هي من الدول لله الحمد واللي منا وفضل شيوخنا، دوما في مشاريع ودوما مشاريع اللي هي تخدم في خدمة اللي هي تهدف إلى خدمة المجتمع وخدمة الأسرة وخدمة الشباب. وطبعا راح نشوف معاكم اللي هو المشاريع اللي كانت في الشارجة، كشف عنها صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارجة عن مجموعة من المشاريع الجارية العمل عليها في المنطقة الشرقية والتي تضم مدن دبل حصن وخورفكان وشلبة، وراح تضم المشاريع إنشاء مستشفى في منطقة ومنطقة ترفيهية وكذلك تجارية في مدينة دبل حصن، بالإضافة إلى تطوير طريق الشارجة كلبة بطول 89 كيلومتر، وكذلك راح يتم تطوير طريق الشارجة دبل حصن بطول 83 كيلومتر. طبعا كما نعرف مشاهدينا الكرام، الطريق طريق كلبة خورفكان، طريق كلبة الشارجة اللي يخدم سكان كلبة وحتى سكان وادي الحلو وغيرهم، هذا الطريق وهذا الاهتمام اللي قاعد نشوفه من سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي دوما قاعد يهدف لراحة المواطن. ان اليوم شوف التفاصيل الصغيره هذه اللي قاعد يركز عليها سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وكذلك مبهنة طريق دبل حصن الشارجة اللي راح يتم تطويره علشان المسافة راح تختصر، وكذلك راح يتم إن شاء الله تعالى افتتاح أكاديمية العلوم البحرية مع بداية العام الدراسي القادم. الأكاديمية البحرية هاي راح تكون أول أكاديمية بحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وراح تخدم المنطقة بشكل كبير، وهذا كذلك الاهتمام الكبير من سيدي صاحب السمو الله يحفظه طالع. وكذلك صاحب السمو حاكم الشارجة أن مستشفى راح يكون في مستشفى دبل حصن مكون من 6 طوابق وراح يضم جميع التخصصات المختلفة، كما أنه مجهز لإجراء العمليات الخفيفة وراح تبلغ طاقة الاستيعابية 40 سرير كحد أدنى و80 سرير كحد أقصى، ويوجد خلف المستشفى أرض للتوسيعات وكذلك المستقبلية. وأضاف سموه أن المستشفى سيزود بمهبط للطائرات العمودية لنقل الحالات الطارئة، وسيكون على الأرض وليس على المبنى، وذلك لكي لا يؤثر على شكل البناء الذي يضم قبة. شوفوا التركيز هذا اللي سيدي صاحب السمو قاعد يركز عليه، حتى إن لما قال إن فوق المستشفى ما راح تكون في قبة، الشكل الجمالي لهذا المستشفى ما أراد سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أنه يؤثر عليه مهبط للطائرات العمودية، لا، قال لازم المهبط يكون جنب المستشفى حتى يكون في مكان جمالي للمستشفى ما يؤثر عليه. هذا الشيء اللي أنا قاعد أتكلم عنه، أقول التفاصيل الصغيرة، شوف التفاصيل الصغيرة اللي نحن ممكن ما نركز عليها، لكن اهتمام سيدي صاحب السمو عليها وانها لابد انها تكون موجودة. وكذلك من ضمن المشاريع الاخرى في مدينة دبل حصن، المدينة الجميلة التي اعلن عنها سموه تنفيذ مبنى قاعة متعدد الاستخدامات للاحتفالات والمناسبات، وقال سموه انها ستكون متنفسا لاهالي دبل حصن وللسياح، وستكون من عدة مبان حيث سيتم تنفيذ 2 منها، وواحد مخصص لجمعية الشارجة التعاونية، والاخر عبارة عن مبنى تجاري سوف يتم تسليمه لمتعهد المحلات التجارية لكي يتم تأجيرها عن طريق بلدية مدينة دبل حصن. وأشار سموه إلى أن مشاريع الشارجة مستمرة في طريقها بإذن الله تعالى، وأن أبناء وبنات الشارجة المخلصين مستمرون في بذل الجهد والعطاء لكي تصبح الشارقة منارة حقيقية للعلم والمعرفة. وكشف عن تطوير طريق الشارجة كلبة حيث سيصبح طوله بعد الانتهاء من الأعمال بإذن الله تعالى الأعمال التطويرية 89 كيلومتر، وأوضح أن هناك منتزها يقوم سموه بتصميمه بنفسه وهو قريب من الدوار قبل مركز الطيور الجارحة، وهذا اللي راح يكون في كلبة طبعا الطيور الجارحة وحديقة الطيور الجارحة اللي في كلبة. ومن ضمن المشاريع الأخرى في مدن المنطقة الشرقية مشروع تطوير طريق الشارقة دبل حصن كما ذكرنا بطول 83 كيلومتر، والذي سوف يساهم عند الانتهاء منه في تخليص مدة الرحلات من المدينتين، ومن المتوقع أن تبلغ مدة قطع الطريق 42 دقيقة تقريبا، مع العلم أن الطريق يبدأ من مخرج منطقة الزبير على شارع الإمارات العابر
مرورا بمنطقة سهيلة وصولا لدبل حصن. طبعا مشاهدين الكرام خلوني أوقف معاكم معلق على هذا الخبر. قبل فترة شفنا عيد خور فكان كما ذكر سيدي صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، اليوم المشاريع التطويرية هذه اللي موجودة في دبل حصن وفي كلبة، وحتى اللي هي ما تخدم بس سكان دبل حصن أو سكان كلبة، لا حتى المناطق التابعة لها، مثل ما شفنا نحن طريق خور فكان الشارجة ما خدم فقط سكان خور فكان، لا خدم حتى المناطق اللي تابعة لخور فكان والمناطق الثانية اللي موجودة المناطق الجبلية. فدوما هذه رسالة شكر ودعوة أن الله يحفظ لنا أبونا الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وأن يطول في عمره، اهتمامه بالإنسان، اهتمامه بالمجتمع، اهتمامه بأصغر التفاصيل اللي تسعد الناس. فشكرا لك يعني أبونا سلطان على هذه المبادرات الرائعة وهذه المبادرات الأكثر من جميلة اللي قاعد تقوم فيها من طرق، مدارس، مشاريع، حدائق بأصغر التفاصيل الموجودة. مشاهدين الكرام راح نشوف في حلقة اليوم ورشة التصوير الفلكي التي نظمتها مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، وكذلك مسرحية جامبو ليلة، جامبو ليلة التي نظمها مسرح الفجيرة في عيد الفطر المبارك، وكذلك اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، وافتتاح متحف الشارجة للتاريخ الطبيعي والنباتي التابع لهيئة البيئة والمحميات قسم أسماك الخليج. ونتعرف كذلك خلال حلقتنا أن التخطيط مهم لتحقيق أي هدف، ولكن هناك أمور أخرى تؤثر بشكل كبير على الإنجاز. هذا اللي راح نشوفه وياكم مشاهدينا الكرام، لكن خلوكم ويانا بعد الفاصل نتابع وياكم. حياكم الله مشاهدين الكرام، رجعنا لكم من هذا الفاصل وعلى طول ناخذكم للفضاء ونشوف معاكم ورشة التصوير الفلكي اللي بدأت يوم الأربعاء وكانت لمدة يوم واحد واللي نظمها مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك. بنعرف تفاصيل أكثر معانا عبر الهاتف الأستاذ محمد طلافحة، مساعد باحث ومرصد الشارقة في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك. يا أهلا وسهلا فيك. يا أهلا فيك، حياك الله. كيف الأمور؟ إن شاء الله طيب. والله بخير الحمد لله رب العالمين. الله يخليك. لو تحدثنا عن التصوير الفلكي، شو يعني التصوير الفلكي؟ في الحقيقة التصوير الفلكي من الاسم ممكن نأخذ أول فكرة بأنه هو يتعلق بالأمور والأجرام الفلكية. التصوير الفلكي هو حقيقة قديم البدء، ولكن مع تطور الأجهزة اللي نستخدمها الآن بالوصول إلى التلسكوبات والكاميرات بدأ أكثر سهولة، ولكن هو في الحقيقة يعتبر من أكثر أنواع التصوير صعوبة، وذلك لأننا نتعامل مع الأجرام السماوية بعيدة جدا تتأثر بالغلاف الجوي، تتأثر بالتلوث الضوئي الموجود، فهو له صعوبة، ولكن أيضا المصور يكون لديه العديد أو كمية كبيرة من الشغف لرؤية ما خلف هذه المسافات البعيدة، وغالبا هذه الأجرام لا ترى بالعين مجرد، بمعنى لا ترى بالوضع الطبيعي، لا نستطيع رؤيتها، ولكن بعملية التصوير تظهر معنا ويظهر لها تفاصيل جميلة. أستاذ محمد، كيف كانت الورشة؟ لو تكلمنا عن الورشة اللي سويتوها. الحقيقة بعد مشاهدتنا للمزاج العام في عملية التصوير، انتشار الكاميرات، زيارات من طلاب الجامعات ومستويات الأعلى، كان هناك شغف وطلب كثير لهذا المساق وهذا النوع من التصوير. فطبعا أحد أهم أهداف المركز هي نشر الوعي الفلكي لدى المجتمع، وبالذات الآن احنا نتعامل مع المصورين. قد يكون المصور، لا نتكلم عن المصور المبتدئ، ولكن هو بالنهاية هدف لنا، قد يكون المصور الذي يستطيع التعامل مع الكاميرا. نعم. هذه الورشة حبينا نسويها على يوم واحد، تقريبا استمرت لست ساعات، جزء منها نظري والجزء الأكبر كان منها عملي. كانت تستهدف حقيقة الكثير من النقاط ومساقات التصوير الفلكي. جميل. هي تصوير مثلا كالأمثلة مسارات النجوم. نعم. الفيديو الفاصل الزمني اللي يطلق عليه تايم لابس. أيضا. نعم. طرق تصوير الشمس والقمر. الشمس والقمر جرمين لامعين وسهلين التصوير، ولكن أيضا لهم طريقة خاصة في عملية التصوير. صحيح. أيضا ما يسمى بالتصوير التعريض الطويل، بمعنى جمع الضوء لمدة تصل إلى عدة دقائق،
وايضا في اخرها كانت هي تصوير الاجرام السماويه العميقه. نعم. التي قد لا ترى بالعين، وطبعا لها ادوات خاصه مثل التلسكوب وكاميرات خاصه لهذا الموضوع. صحيح. كان في فئه معينه انتم حبيتوا تستهدفونها في هذه الورشه، ولا هي كانت العامه يعني غير المصورين؟ نعم، هي الحقيقه كانت مفتوحه للجميع. حلو. من اراد او استهوى ان يكون له معلومات او يجمع معلومات عن هذا النوع من التصوير كنا نستقبلهم، وهو دائما ابواب المركز مفتوحه للجميع. ممتاز. ولكن الحقيقه في مثل هذا النوع من التصوير يجب ان يكون المصور او المتلقي لديه معلومه كافيه وخلفية عن التصوير، على الأقل الأساسيات في التصوير، لكي يستطيع أن يرتقي السلم في عملية التصوير. نعم. بشكل سهل. أستاذ محمد، شوفت القمر حلوة والناس تستمتع فيها، بس الشمس نحن نبغى نبتعد عنها. وأنت أحلى طبعا. الله يخليك من ذوقك. الشمس تحرق بس القمر حلو الواحد يشوفه، ما ينمل منه. صحيح صحيح صحيح. حقيقة أنا في مرصد الشارقة، أنا الرصد الفلكي مثل ما أنت تفضلت في البداية، الرصد الفلكي في كل يوم في كل فترة أرصد القمر أشعر بأنني أرصده لأول مرة. يا سلام. نستخدم التلسكوب بزوم عالي بوضوح جيد، حقيقة نرى فيه الفوهات الاصطدامات، هذه الأمور رائع جدا وبسيط في تصويره. حقيقة أي شخص معه كاميرا عادية جدا يستطيع تصوير القمر ورؤية هذه التضاريس الرائعة الموجودة على سطح القمر. من غير الورشة هذه خذنا وياك نصور القمر ونستمتع. جاهزين. تسلم. أهلا وسهلا. في أي كلمة أخيرة حاب تضيفها أستاذ محمد؟ الصراحة بالنسبة للمركز احنا بنتابع الأحداث الفلكية، وخاصة الأحداث الفلكية الشاسعة، ومن منبركم المحترم بحب أن أوصل للجمهور بأنه لدينا حدثين فلكيين في المستقبل القريب، حدثين رائعين جدا. الأول هو الخسوف الفلكي القادم في 16 من يوليو اللي هو الشهر القادم إن شاء الله، وأيضا الحدث الفلكي حقيقة سأطلق عليه حدث فلكي عالمي، الكسوف الشمسي في 26 من شهر ديسمبر عام 2019، 26/12/2019. حلو. كسوف شمسي رائع جدا نادر، وسيكون مع بداية شروق الشمس سيكون منظر رائع جدا. ممتاز. نحن في المركز سنقوم بهذا الرصد، وأكيد في الإمارات بشكل عام نوجه جميع، لأنه هذا أحد أهدافنا حقيقة في المركز، هي نشر الوعي الفلكي، وهذه توصية من سمو الشيخ الله يحفظه سلطان محمد القاسمي، بأنه الوعي الفلكي للجميع. فإن شاء الله ننتظر الجميع أن يكون لدينا صور، وهذا ما كان خلال الورشة، بأنه خلاص. الهدف الأول لكم في هذا الكسوف يجب أن يكون هناك صور رائعة جدا للكسوف، وأيضا فهم طبيعة حركة الكواكب حولنا والقمر والأجرام السماوية. ممتاز. وبخصوص شروق الشمس والحدث اللي راح يصير، فأفضل مكان ممكن يشوفون فيه شروق الشمس هي في المنطقة الشرقية، وهذه دعوة أنهم يجون يزورونا في الفجيرة إن شاء الله وكل المنطقة الشرقية. نتشرف والله. صحيح. شكرا لك. شكرا لك أستاذ محمد طلاحفة، مساعد باحث ومرصد مرصد الشارقة في أكاديمية مرصد الشارقة. نعم. شكرا جزيلا لك، نورتنا. العفو. شكرا لكم وللجمهور الكريم. أهلا وسهلا فيك. أهلا. شكرا. مشاهدين الكرام، راح نشوف ياكم المؤتمر الدولي للمسؤولية المجتمعية والاستدامة في دورته الرابعة. بدأ المؤتمر صباح أمس الأربعاء واختتم اليوم. يركز المؤتمر طبعا على المسؤولية المجتمعية كحكومة الشركات والاستدامة، بالإضافة إلى الأخلاقيات المهنية. خلونا نشوف ياكم ونرجع. فخورين اليوم في جامعة أبو ظبي باختيارنا طبعا من قبل دائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي للتعاون مع المعهد الدولي للحوكمة في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا نظم هذا المؤتمر من قبل كلية الإدارة والأعمال في جامعة أبو ظبي، ويعتبر هذا المؤتمر من أكبر المؤتمرات الأكاديمية اللي ينظم في دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا يساهم هذا المؤتمر في تفعيل دور الخدمة المجتمعية الذي يهدف إلى
الأبحاث والأفكار اللي هي المبتكرة بين الأساتذة والأكاديميين الموجودين في هذا المؤتمر. طبعا هذه الأبحاث يتم الاستفادة منها من قبل صناع القرار، وطبعا مؤتمر كبير جدا، مشاركة كبيرة من 75 أو 72 جامعة من 32 دولة مشاركة، في دول جديدة دخلت في المشاركة هذه مثل الصين، سنغافورة، النمسا، عندك طبعا الدول الأخرى اللي هي طبعا الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة، وعندك بريطانيا، فرنسا، والدول العربية طبعا مصر، عندك ليبيا، عندك الكويت وعمان، عندنا دول كثيرة مشاركة في هذا المؤتمر. اليوم كلية الإدارة بجامعة أبوظبي تنظم المؤتمر الدولي الرابع للتنظيم والإدارة بعنوان الحوكمة، الاستدامة، الأخلاقيات المهنية والمسؤولية الاجتماعية. تم اختيار هذا العنوان ليتمشى مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة حفظها الله لعام التسامح. يوجد في المؤتمر أكثر من 13 محورا منبثقين من العنوان الرئيسي للمؤتمر، وقد جذب هذا المؤتمر هذا العام أكثر من 250 ورقة بحثية من 72 جامعة محلية ودولية من 32 دولة حول العالم. المؤتمر يضم عدد كبير من الفعاليات على هامش هذا المؤتمر. تم اختيار 120 مشارك في هذا المؤتمر بناء على تقييم تم بدقة من نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الإدارة بجامعة أبوظبي، بناء على جودة هذه الأبحاث ودرجة الابتكار فيها ومدى علاقتها بعنوان المؤتمر. هذا المؤتمر سوف يفيد بالدرجة الأولى الأكاديميين والتخصصيين في هذه المجالات، بحيث يتم تبادل الآراء والخبرات بخصوص هذه الأوراق وتحسينها، وأيضا لن ننسى صناع القرار واستفادتهم من هذه الأبحاث العلمية. طبعا مشاهدين الكرام، راح نشوف وياكم أو نتعرف على مسرح الفجيرة. قدم مسرحية كوميدية اسمها جنبو ليلة طيلة أيام عيد الفطر المبارك، واللي كانت في مركز الثقافة وتنمية المعرفة في مارة الفجيرة. الاسم جدا جذبني وبعرف تفاصيل أكثر، وأنا شفت إعلاناته في الشوارع. خلونا نرحب في ضيوفنا هنا في الاستديو، الأستاذ محمد سعيد المسماري، مخرج ومؤلف مسرحية جنبو ليلة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. وكذلك الأستاذة بشرى الكياني، مساعد مخرج مسرحية جنبو ليلة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك أخوي. أستاذ محمد سعيد، خليني أبدأ معك، أبدأ بالاسم أنا. تفضل ماما. شو يعني الاسم جنبو ليلة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر تلفزيون الفجيرة على الاستضافة. طبعا بالنسبة للاسم، اسم مثل ما تقول يا على بالي أنه يجذب الجمهور، يعني تقول مثل ما تقول زي اسم غريب أو شيء، يعني في جذب للجمهور. ف يعني طرع على بالي وسميت يعني سميت المسرحية بهالاسم. سميت الاسم. أستاذة بشرى، خلينا نبدأ معاك، الهدف الرئيسي من عمل المسرحية هذه؟ الهدف سلمك الله، أول شيء نحن نوجه رسالة اجتماعية كوميدية للجمهور، ومن نفس الوقت تكون متنفس حق الجمهور في طيلة أيام عيد الفطر المبارك، وأنها يتقبلوها يعني بشكل رحب وكوميدي وسلس في المسرحية. ممتاز. نعم. أستاذ محمد، كيف شفت الإقبال؟ والله الإقبال الحمد لله لك يا رب كان جيد. جيد. كان جيد. إيه كان جيد. في رسالة معينة بغيتوا توصلونها للجمهور اللي كان موجود عندكم؟ هي نعم. لو تذكر لنا الرسالة هذه اللي أنتوا بغيتوا توصلونها من المسرحية. الرسالة طبعا كانت هي يعني كنا نبي نوصلهم إن في عام التسامح، عن عام التسامح وعن كسبوا 2020. وكان طبعا بعد من ضمن الفكرة هذه إن معالجة بعض القضايا. مثل شو؟ مثل الدجل، مثل النصب والاحتيال، هالأمور هذه يعني بشكل فكاهي وبشكل بشكل فكاهي وبشكل يعني زين. بشرى، تشوفين القضايا الاجتماعية هذه، الدجل والنصب والاحتيال وغيرها مثل ما ذكر الأستاذ، واللي أنتم حاولتوا أنهم
تحلون المشكلة هذه وتوصلون للجمهور، تشوفين أن المسرح يساعد؟ هي المسرح يساعد طبعا هذه القضايا وحل القضايا بالأمانة المجتمعية بصورة كوميدية، ما نيبها لهم يعني بصورة جامدة، طبعا ما راح يتقبل. الحين الجمهور مختلف جدا يعني ما مثل الأول. الحين تسوى لهم مسرحية توجه فيها رسالة بطريقة كوميدية وتحل فيها قضايا الجمهور يتقبلها فعلا. وتشوف فيه تحسنات في المجتمع، فيه تغير من أمور كثيرة. أتعمق شوية في السؤال، اليوم نحن عندنا في مسرح الفجيرة والمسرحية اللي انتم قمتوا فيها، الأعمار اللي قاعد تحضر المسرح والمسرحيات الشباب من أي سن لأي سن قاعد يقبلون على المسرحيات؟ والله من سن قول من 16 حتى من 5 سنوات قاموا يحضروا المسرحيات هذه، الكبار قاموا يحضروا بعد، يعني من ما في سن معين مثل ما في 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 تتفقون معي ولا لا؟ في فتره العمل المسرحي قل يعني في الفجيرة صحيح، لكن الحين بدعم من سيدي سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئه الفجيرة للثقافه والاعلام، امانه دعم كبير للمسرح ان كان في الفجيرة وحتى في دبه. بعد نشوف ان الفعاليات ما توقف على مدار السنه، الحركه هاي كيف شفتوها بعد العوده؟ يعني ان شاء الله تكون عوده قويه للمسرح. عندك محمد طبعا الحركه هذه شفناها صراحه يعني بعد هذا صراحه عوده قويه ما شاء الله، وخاصه يعني كانت رؤيه يعني من صاحب السمو الشيخ راشد، ان مثل ما تقول يعني من الأشياء اللي مثل ما تقول هذه اللي ترجع للجمهور ترجع. أنا أذكر وأنا صغير يعني المسرح كان جذبنا إن نحن نروحه، وخاصة أيام العيد إن الواحد يروح رغم من الإمكانيات البسيطة، لكن كان في جذب للجمهور اللي موجود صح. والحين إن شاء الله العودة تكون أقوى، كيف ممكن نحن نرجع الشباب، نخلي المسرح يعني المسرح يرجع مثل الأول؟ اللي رجعت الجمهور طبعا هذه يطلب فيها تكاتف الجميع، مثل حتى في التلفزيون مثل الإعلانات ما إعلانات هالأمور، يعني تكاتف التلفزيون تكاتف المسرح تكاتف يعني جميع الجهات اللي خاصة يعني عندنا هني، أن كل ما تكاتفوا كل ما هذا يعني تعرف اليوم أنت تلفزيون ما شاء الله وخاصة تلفزيون الفجيرة ما شاء الله ليه صيت كبير. لا إن شاء الله ودوما يعني نحن مكملين لبعض. طيب. بشرة خليني يعني الحين نرجع شوية نتحدث عن المسرحية أكثر ونرمس عن المسرحية أكثر، الشخصيات أو الممثلين اللي كانوا مشاركين معاكم، ولا عندك بشرة تجاوبين عليها ولا أستاذ محمد؟ والله كل واحد تفضل ككون مؤلف ومخرج العمل. أنا مساعد مخرج طبعا في العمل، والشخصيات اللي اشتغلوا ويانا يعني كوادر مواهب جديدة ومبتدئين الأمانة في العمل، وأستاذ محمد يعني ككون مخرج عمل مؤلف ابتدأ يعني معاهم من الصفر، فتجربته تجربتهم ك يعني بداية جديدة لهم في المجال المسرحي، والحمد لله يعني ما شاء الله صار لنا 4 شهور وإحنا نشتغل بروفات في هذا العمل، ولين ما شاء الله يعني عرفناهم على أساسيات المسرح، وبصراحة كانت يعني كتجربتي من مساعد مخرج بصراحة شيقة وايد، وحسيت فيها معاناة المخرج والأشراف عام اللي هو كان معانا الأستاذ أخونا مبارك ماشي، يعني عمل صراحة جدا جدا يعني ممتاز. متعب بس لكن ممتاز، وطلعنا بالنتيجة الحمد لله ناجحة في العمل المسرحي جنبو ليلى. جميل أستاذ محمد، بما أنك أنت مخرج في وجوه شابة أكيد شاركت معاكم في هذه المسرحية، دوما يعني جميل الوجه الشاب لما يختلط مع أصحاب الخبرة، لو تحدثنا عن الوجوه الشابة اللي كانوا وياكم في أشخاص معينين وأصحاب الخبرة اللي مثلك كانوا موجودين بعد. والله الوجوه الشابة ما شاء الله عليهم، اللي بذكر محمد اليعربي ما شاء الله من الوجوه اللي طلعت، اسمه الفنانة شوق، الفنانة قسمة داليا، الفنانة داليا يعني، وجميع الفنانين إبراهيم الزعابي كان بالإضافة إلى بشرة الكياني كانت موجودة، يعني هذول الأمانة يعني صراحة يعني ما قصروا. وهذول اللي ذكرت أساميهم ما شاء الله أبدعوا في المسرحية. نعم. كونهم أنهم يعني وجوه شابة وتوها صاعدة.
والاقبال على المسرح او المسرحيه خلال 3 أيام من العيد عيد الفطر المبارك، كيف شفتوا الاقبال؟ كان الاقبال جيد، يعني انا اقول لك يعني ككوننا مثل ما تقول مسرحيه فكاهيه وكذا، الاقبال كان جيد 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 جدا بالنسبه لنا احنا، جيد جدا ان شاء الله، وان شاء الله ان شاء الله في استمراريه ان شاء الله تعالى، حتى ان شاء الله في استمراريه. بس يعني دائما يمكن اعيد الكلام، يعني دائما احنا لازم مثل ما تقول نبى تعاون التلفزيون، يعني جميع الجهات هذول كل ما دعمونا حتى باعلان بهذا، هذا يوصل حتى لين صح. يعني مثل ما تقول الامارات كلها كلنا مكملين على بقى. على كبر الامارات يعني. بشرى خليني ارجع اسالك، يعني انا سالت الاستاذ محمد لكن بطريقه ثانيه، لكن ارجع اسالك دور هيئه الفجيره للثقافه والاعلام يعني ومسرح الفجيره في تنشيط الحركه المسرحيه في الاماره. الدعم اللي تشوفونه انتم من هيئه الفجيره للثقافه والاعلام وحتى مسرح الفجيره في عاده الحركه المسرحيه في الفجيره. اولا طال عمرك اوجه شكر وامتنان الى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو مجلس الاعلى حاكم اماره الفجيره، وايضا الى صاحب السمو محمد بن حمد الشرقي ولي عهد اماره الفجيره، وايضا صاحب السمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي على دعمهم اللامحدود والمستمر في نشاط الحركه المسرحيه والثقافيه في اماره الفجيره. ونشكر بعد ايضا مجلس اداره مسرح الفجيره، جميع الاداريين اللي وقفوا معانا، ويعني ككونهم مهتمين في دعم وصقل المواهب الشابه في اماره الفجيره، وتركيزهم ان يعني اعطينهم الفرصه في جميع المجالات، انهم يكونوا يعني يخرجوا من مواهب اماره الفجيره مؤلفين، مخرجين، ممثلين، مصممين ديكور، اضاءه، من كل المجال يعني. ممتاز، إن في كل المجالات حركة. الأبواب مفتوحة لهم إنهم يجون ويقدمون يظهرون مواهبهم. في شخصيات دوما في أي مسرحية في أستاذ محمد، في بعض الشخصيات الجمهور يحبها ويعني يضحك ويتقرب لها، لو تذكر لنا بعض الشخصيات اللي كانت موجودة في المسرح. شخصية قلنا الشغالة، شغالة اللي هو راشد الكياني، أخونا راشد الكياني الله يذكره بالخير. إنزين يعني هذا بدون يتكلم أنت يمكن تشوفه تضحك بدون يتكلم. سبحان الله، في ناس لهم كاريزما معينه انك انت تشوفها بس تضحك، بس تضحك. سبحان زين. وبعض الشخصيات يعني مثل اللي كانت هي مديره الشركه اللي هي بشرى، عندك ابراهيم الزعابي، نفس ما قلت لك عن محمد اليعربي، اخونا سالم سعيد بعد دور الزعيم الافريقي. فهذه الشخصيات صراحه يعني ما قصروا، برزوا يعني برزوا بشكل كبير، بشكل كبير وشخصيات شابة. بشرى يعني نشوف هذه الشخصيات الشابة اللي برزت بشكل كبير، يمكن ما لهم قبل خبرة ولا شيء انهم كانوا مشاركين بشكل كبير. الدور الذي تلامسها يعني تلامسون انتم في مجلس إدارة مسرح الفجيرة في دعم الشباب. بصراحة يعني اوجه شكر ايضا الى إدارة مجلس مسرح الفجيرة على اهتمامهم صراحة لنا كاحنا اعضاء مسرح الفجيرة، أو اهتمامهم حتى لجميع المواهب من إمارة الفجيرة سواء منتسبين أو غيرهم ممثلين، مهتمين الأمانة بشكل كبير أن نرجع جمهور مسرح الفجيرة من أول وديد، بالممثلين من إمارة الفجيرة، وتركيزهم أكثر شيء على أن صقل المواهب وتطويرهم في جميع الإمكانيات اللي تخص الأعمار. أيوة، والممثلين الناشئين في المسرح. والله انا يعني يحضرني ان دوما سمو الشيخ راشد بن حمد الشرقي، يعني تجربه شخصيه، لما الواحد له مجال او له حب يبرزه دوما هو يكون داعم الاول له، دوما يعني يدعم الشباب وشباب الاماره بشكل كبير بصراحه، انهم يطلعون ويوقفون ويوقف معاهم. فالحمد لله رب العالمين، وان شاء الله تعالى المسرح نشوف الوجوه الشابه من اماره الفجيره وحتى من المنطقه الشرقيه تظهر وتطلع، وكل الامور الحين متوفره الحمد لله رب العالمين، الامور الماديه والمعنويه وغيرها، ما ناقصنا الا بس نحن نطلع ونبدع ونكون قد الثقه ان شاء الله. هذه ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ محمد سعيد حاب تضيف اي كلمه؟ والله اشكركم اول شيء على مره ثانيه على الاستضافه وهذا، ومن بابكم حبيت اشكر مجلس اداره مسرح الفجيره نعم على راسهم الاستاذ شريف العوضي واخونا
محمد البصري واخونا ابو مبارك عبيد الكعبي واختنا مريم صقر ويمكن ابتسام الشاعر والاستاذ سلطان مليح استاذنا وخالد نعم وام كل الشكر تقدير. كل الشكر والتقدير واشكر من منبركم هذا اخوي وصديقي والفنان والمخرج صراحه يعني انا اتمنى هذا يعني على قدام ان شاء الله يكون حتى مخرج في مسلسلات اللي هو اخوي مبارك ماشي اوجه له التحيه واكبر تحيه باذن الله تعالى على وقفته ويانا احنا كذلك نشكركم ان شاء الله من تقدم الى تقدم شكرا لك الاستاذ محمد سعيد المسماري مخرج ومؤلف مسرحيه جامبو ليله وكذلك شكرا لك استاذة بشرى الكياني مساعد مخرج مسرحيه جامبو ليله شكرا لكم نورتنا اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام فاصل بعد راح نواصل خلوكم ويانا حياكم الله مشاهدينا الكرام رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل ونشوف وياكم احتفال باليوم العالمي للمحيطات افتتح متحف الشارقة للتاريخ الطبيعي والنباتي التابع لهيئة البيئة والمحيطات قسم أسماك الخليج طبعا تم افتتاح يوم أمس الأربعاء حيث عرض فيه مختلف الأنواع من الأسماك مزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف الأستاذة خفية الكتبي باحث علمي في متحف التاريخ الطبيعي والنبات أهلا وسهلا فيك أستاذة أهلين هلا مرحبتين فيكم كيف الأمور إن شاء الله طيبة؟ تمام الحمد لله ربي يعطيك دور المتحف في نشر ثقافة الحفاظ على الأسماك كيف كان الدور اللي تقومون فيه؟ طبعا يعتبر المتحف وجهة ثقافية تعليمية توعوية للكثير من الزوار وطلاب المدارس وحتى الجامعات حيث أن يسلط الضوء على الكثير من القضايا البيئية اللي تواجه المجتمع في الوقت الحالي نعم. فيما يخص الحياة البحرية يحتوي متحف التاريخ الطبيعي على قسم بحار الشارقة الحية واللي يزخر بالكثير من المعلومات عن الأسماك والكائنات البحرية أما افتتاح قسم أسماك الخليج ما هو إلا مكمل لقسم بحار الشارقة حيث أنه يتيح للزائر التعرف عن قرب على هذه الأسماك المتواجدة في الخليج والتعرف عليها عن قرب وأيضا التعرف على مسمياتها المحلية الهدف من افتتاح هذا القسم شنو كان أستاذة؟ طبعا الفعاليات دائما تكون هدفها توعوي فمن الهدف لافتتاح هذا القسم هو زيادة وعي الأفراد على أهمية الحياة البحرية بالإضافة إلى التعرف عن قرب على هذه الأسماك والتعرف على بيئاتها سواء كانت تعيش في القاع أو أنها من نوع الأسماك المهاجرة بالإضافة أيضا التعرف على مواسم تكاثرها وهذا يزيد الوعي عندنا في أوقات اللي هو يحضر فيها صيد الأسماك في مواسم تكاثرها صحيح بالإضافة يعني إلى تعرف على الشيء الجمالي وبديع خلق الله سبحانه وتعالى في خلق هذه الكائنات والتعرف أيضا على دور البيئة البحرية في حفظ التوازن على سطح الأرض يعني في إذا جيناكم المعرض والقسم ممكن ناخذ سمكة عشان نشويها ونتغدى فيها ولا؟ لا بس أكيد نشوف. هي عبارة أصلاً عن مجسمات عالية الدقة دقيقة جداً بحيث أنها أبداً ما تفرق عن السمكة الطبيعية يعني بألوانها بأشكالها بأدق التفاصيل حيث أن الزائر يتعرف عليها يعني بطريقة مباشرة يعني ما تبين أنها هي فيك أو أنها هي مش طبيعية زين يعني ولكن هي عبارة عن مجسمات ما في أمل ناخذ واحدة لنا يعني نحن طالعين عشان نتغدى فيها لا أكيد لا تمام زين سبل التوعية اللي تقدمونها للحفاظ على الحياة البحرية الثقافة اللي ممكن أنتم تقدمونها للناس كيف هي؟ تقوم هي بدور فعال بتوعية الجمهور سواء كان عن طريق الفعاليات أو عن طريق حملات التوعوية أو حتى عن طريق جهات التواصل الاجتماعي الحين جهات التواصل الاجتماعي واصلة لكل بيت وأسرع معلومات أنك ممكن تنشرها أو طريقة توعوية هي عن طريق جهات التواصل الاجتماعي صحيح. من جهة ثانية نحن كموظفين في هيئة البيئة والمحميات الطبيعية أيضا يكون لنا دور في نشر التوعية بين الناس صحيح شكرا لك أستاذة خفية الكتبي باحث علمي في متحف التاريخ الطبيعي والنبات شكرا لك تسلم جزاكم الله خير الله يعطيكم العافية
مشاهدين الكرام راح نروح وياكم نشوف حفل تكريم طلبة قافلة نون تحت رعاية إدارة الاتصال الحكومي بدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارجة. مبادرة قافلة نون التعليمية تستهدف الأطفال من فاقدي حق التعليم للفئات العمرية من 6 سنوات حتى 15 سنة عام 15 عام. للمزيد خلونا نشوف وياكم هذا التقرير. نشهد اليوم ولله الحمد تخريج الدفعة الرابعة والخامسة من خريجي قافلة نون، القافلة اللي المشروع اللي بديناه منذ عام 2016 ضمن توفير حق التعليم لفاقدي رعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة. طبعا المشروع خرج في طبعا الدفعة الأولى والثانية والثالثة على مدار السنوات 2016 و17 و18، وشهدنا اليوم تخريج 76 طالب وطالبة من الدفعة، حيث بلغ إجمالي عدد الخريجين منذ بداية انطلاقة المشروع 215 طالب وطالبة حتى اليوم. طبعا ركزنا في تعليم هذه الفئة من الأطفال على تعاليم الدين، أساسيات الدين الإسلامي واللغة العربية، الحساب واللغة الإنجليزية، طبعا بالإضافة إلى تعليم وغرس عادات وثقافة الدين الإسلامي مثل ما ذكرنا، وغرس قيم اجتماعية تغرس في نفوسهم حب الخير والتعاون وحب الوطن. أحب أشكر كل من ساهم ودعم هذه المبادرة الجميلة جدا في تعليم هؤلاء الأطفال المحرومين من التعليم المحتاجين للدعم، وهذا عمل جدا يعني فيه خير وأجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستغفر معلمين الناس الخير، هذه المبادرة فيها أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى، خاصة أن أغلب الداعمين يعني والمعلمين متطوعين لوجه الله سبحانه وتعالى، وشيء يثلج الصدر عندما نرى مثل هؤلاء الأطفال المحرومين والمحتاجين يتعلمون كل ما فيه خير في دينهم وفي دنياهم ويطورون من مهاراتهم. فنشكر كل من ساهم ودعم مثل هذه المشروع المبارك وهذه القافلة التعليمية. أول شيء أشكر للسيد صاحب السمو دكتور الشيخ سلطان محمد القاسمي على رعايته ودعمه لقافلة نون، ونشكر الخدمات الإنسانية في إمارة الشارقة على دعم رعاية لا محدود على قافلة نون. وطبعا أكيد نحن اليوم مستانسين وفرحانين على حفلة ابني تخريجه من قافلة نون، والحمد لله رب العالمين مستانسين. وطبعا قافلة نون ما مقصرة، جزاهم الله ألف خير على يعني الدعم التطوعي اللي يدرسون عيالنا ويهيئونهم من المدارس الحكومية والخاصة. جميلة هذه المبادرات التي تدعم التعليم، ونحن دوما في دولة الإمارات لله الحمد والمنة مش بس ندعم في مجال التعليم، في مجال الصحة وفي مختلف المجالات، مش بس للمواطنين لا حتى للمقيمين وحتى للناس اللي خارج الدولة. عمل الخير ما له حدود، وطبعا نحن هذه فرصة نتكلم عن موضوعنا القادم، وهي رسالة أن الكل يسوي عمل الخير، اللي هو الاحتفال اليوم العالمي للمتبرعين بالدم الموافق 14 يونيو في جميع أنحاء العالم. طبعا نتعرف أكثر عن هذا اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، معنا في الاستوديو الدكتور عماد الدين يوسف الحسن، طبيب عام في مركز اللؤلؤية الصحي. أهلا وسهلا. أهلا فيك، كيف أمورك أخوي؟ الله يسلم، كيف أمورك؟ إن شاء الله طيب الحمد لله، الأمور زين الحمد لله. هذه فرصة لعمل الخير إن شاء الله تاريخ 14. أكيد أكيد. حدثنا عن اليوم العالمي للتبرع بالدم. بالنسبة لليوم العالمي للتبرع بالدم، طبعا احنا كلنا عارفين انه التبرع بالدم انقاذ لحياة، ما في اي شك الموضوع ده. في عام 2015 في شهر مايو تحديدا اتفق واجتمع كل وزراء الصحة حول العالم، وكان اجتماع رقم 58 تقريبا في هيئة الصحة العالمية. نعم. وقرروا انه التبرع بانه يعملوا يوم للتبرع بالدم، وأهمية التبرع بالدم في إنقاذ حياة الناس.
وقرروا انه يكون اليوم ده موافق يوم 14 يونيو من كل عام. يعني تقريبا لو قلنا احنا ممكن نقول دي رابع سنه لنا بالنسبه لموضوع يوم العالم للتبرع بالدم. يعني باكر ان شاء الله. ان شاء الله هو باكر، يعني الحين لو احنا طالعين من رمضان نقول اليوم ليله ليله يوم التبرع بالدم. استاذ دكتور، عفوا دكتور عماد الدين، اهميه الناس تتبرع. انا مثلا انا من الناس اللي قلت لك انا ما بتبرع، في ألف واحد غيري يتبرع. وين تكون أهمية التبرع خاصة صحيا للشخص نفسه اللي يتبرع بالدم؟ طيب، هي في دراسات تدعمها طبعا بالنسبة لفوائد التبرع بالدم، سواء للشخص المتبرع أو للشخص المتلقي الدم بعدين بعد ما يأخذه من المستشفى بعد بتعمل الإجراءات حقة الدم، سواء محتاجه في عملية أو شيء زي ده. بالنسبة للشخص المتبرع طبعا الفوائد المرجو اللي بترجع عليه منه، أول حاجة بننقص نسبة الحديد. طبعا وجود الحديد بنسبة عالية في الدم عنده آثار سلبية على الكبد وعنده آثار سلبية حتى على الشخص، دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية طبعا بنجدد الدم، احنا أعطينا دم الجسم حيبدأ يبني دم عشان يعوضه، فقوم ايش احنا جددنا الدم حقنا عشان يكون عندنا دم جديد وصحة أحسن. بالنسبة طبعا لموضوع السرطانات والأشياء اللي لقوا انه كثير من الناس كالدراسات اتعملت يعني من اللي تبرعوا بدمهم انه موضوع السرطانات قل عندهم. بالنسبة لموضوع نقص الوزن، الشخص المتبرع بالدم لقوا انه بيستهلك 660 كيلو كالوري فبيحافظ برضو على وزنه، ده بالنسبة للتبرع. الشخص المتبرع، انا ما بتكلم على الشخص المتلقي، المتبرع نفسه هو في فايدة اكيد مردود عليه. في بعض الناس عندهم بعض الامراض، الاسم المرض بس ما عارف اسمه بالعربي، اسمه البوليسايسيميا روبرافيرا. المرض ده الشخص بيكون دمه اكثر من 18، ده بينصحوا انه يتبرع كل 3 اشهر. إذا ما تبرع بيعرض نفسه لجلطات، مشاكل لا علاقة بالذبحات، الأشياء اللي زي دي، فالتبرع علاجي له. كويس، ده بالنسبة للشخص المتبرع. بالنسبة للمتلقي طبعا عارفين إنه الدم دوما المرض اللي ذكرته الشخص اللي يكون نسبة دم أكثر من 18، هذا المرض اللي ذكرته أيوة اسمه بوليسايسيميا. ممكن نبسط أكثر عن هذا المرض وكيف ممكن الواحد يعرف إذا فيه ولا لا؟ طيب، هي تحليل بسيط، بتعمل التحليل نسبة دمك لقيتها كم، على أساسها نقدر نقول لك والله أنت احتمالية إنه عندك المرض ده كذا، فإحنا بننصحك إنك تروح تتبرع بالدم كل فترة وفترة. تمام، عشان إحنا نبغى نكون النسبة ما بين يعني لغاية ما بين 13 للذكور لغاية 18. حلو دكتور عماد الدين، معليش حقك علينا شوية، نحن نبغى ولا همك على طول حالي. الحد الأدنى للشخص نسبة الدم كم تكون؟ طيب طيب احنا عندنا سنفصل لك الموضوع، احنا بس المشكله في الطب اي شيء مفصل عندنا. بالنسبه للشخص الذكر 13 ده بنعتبره ده الطبيعي، اقل الطبيعي، اعلى الطبيعي قلنا فوق ال 18 بعد كده بنعتبره فوق الطبيعي. بالنسبه للحريم 12. طيب احنا متى حننقل دم؟ يعني جاني واحد لقيت دمه مثلا 10، هل حنقول له دم ولا لا؟ طيب احنا عندنا بالنسبه للاطفال وبالنسبه للكبار. بالنسبه للطفل، الطفل أنا ممكن إذا جاني دمه أقل من 5 ميلي جرام لكل ديسيلتر أنا بعد كده ممكن أحطه في بالي إنه الراجل ده مفروض أو الطفل ده مفروض ينقل له دم. بالنسبة لأي شخص ذكر أو أنثى دمه أقل من 7، يعني جاني حللنا دمه لقيناه 6.5 6.3، حيكون بعد كده في احتمالية نقول له دم عشان دمه كده ممكن يأثر سلبا على قلبه. تمام، فهي يعني نسبة شوية أنا أيوة، ما هي الحين الطبيعي شيء ولا النقل شيء ثاني. دكتور عماد الدين، في باصات للتبرع الحمد لله منتشرة بشكل كبير، لما أنا يعني أغلب الناس قاعد تتبرع من هذه الباصات، لما أنا بروح بتبرع هم أكيد قبل لا يأخذون دمي يقيسون كم نسبة الدم في الجسم؟ أكيد أكيد، ما يأخذوا دمك إلا يتأكدوا نسبة دمك زينة تصلح، وفي برضو بعض الأشياء بيعملوها عشان يتأكدوا إنك تصلح فعلا إنك تتبرع بالدم. لو تبغاني أقول لك الأشياء اللي هي محتاجين أنا ما عندي مانع. بالنسبه طبعا لاي شخص، اي شخص ممكن يتبرع، دي ما احنا ما نبغى نحجم احد ونقول له ما يصلح يتبرع، بس القيود اللي عندنا ايش؟ الدم بالنسبه للذكور لازم فوق ال 13، لازم فوق 13، الاناث فوق ال 12. بالنسبه للعمر ما بين 18 ل 65، يتراوح ممكن يقل شويه في بعض الدول يزيد شويه في بعض الدول، لكن عندنا احنا 18 ل 65، ده هو المعروف عليه عالميا. تمام. بالنسبه للوزن، ما ممكن شخص يكون وزنه اقل من 50 اخذ منه برضه دم، بعتقد انه ممكن ياثر سلبا على صحته. الصحه، يعني انت ما ممكن تكون مريض وتروح تتبرع بالدم. بس في ناس مثلا عندهم مشاكل في ضغط الدم، مثلا ضغط الدم يكون عندهم مرتفع، وهل هذا ياثر انهم هذا مثلا الضغط الدم هل له نسبه، له علاقه بنسبه الدم في الجسم؟
ضغط الدم هي نسبة، الحين احنا بنقيس نسبة او نسبة الكرات الدم الحمراء الناقلة للدم، احنا ما بنقيس نسبة الضغط، يعني ممكن الشخص يكون عنده أنيميا وضغطه عالي. اها اوكي كويس. نفس الشيء بالنسبة للسكر، ممكن الشخص يكون عنده سكر او عنده الاشياء دي كلها، مرتفع ونسبة الدم شوية، ونسبة الدم تكون عالية او تكون نازلة، ما عندهم ارتباط ببعض. نسبة الدم الحين احنا بنقول على القراية اللي بيقرا لنا هي حق المختبر. جميل. ما القراية اللي بنقراها بالجهاز حق الضغط. جميل. دكتور عماد الدين، أمانة وأنا أعترف يعني أمام الكاميرا أنا ولا مرة تبرعت بالدم، أحيانا أحس في نوع من أنواع الخوف، أنك يعني ما مو بخوف لكن تحس شيء غريب أنت ما متعود عليه. أنا يعني أعاهدك وأعاهد المشاهدين أن باكر إن شاء الله أول يوم أنا راح أتبرع فيه في الدم، وهذه دعوة حتى للناس اللي ما تبرعوا يتشجعون باكر ويتبرعون بالدم، لأن هي فرصة. كيف ممكن تشجع الناس؟ لأن أنت في كل قطرة ممكن تنقذ حياة شخص. طيب احنا بالنسبه لنا موضوع التبرع ده، اول شيء احنا كمسلمين اي شيء عندنا فيه اجر بنؤجر عليه. صحيح. انت بتتبرع باغلى شيء، احنا مش بنقول فديتك بدمي. طيب انت تتغزل كده دكتور ها؟ لا يقول فديتك قلبي يعني ما بدمي، احنا نقول بلدنا نفديها بدمنا. فبالنسبه للدم، الدم هو يعني انت، بس عفوا دكتور، الدم يروح للشخص اللي تفديه مو بلاي واحد. اكيد اكيد حيبقى قوت الدم. تفضل دكتور. فبالنسبه للاشخاص اللي احنا نبغى نتبرع لهم، نبغى اول اي حاجه، اي شخص مثلا عايزينه اول حاجه عشان نشجعه انه يتبرع كويس، لازم يعرف انه الموضوع ده في كل ثانيه في شخص محتاج لدم. الشخص المحتاج لدم ده انا ممكن يكون صديقي سوى حادث، هل انا حقوم اتردد انه انا اعطيه دم؟ لا. طيب ممكن تكون زوجتي تبغى تولد ولا سمح الله حصل مضاعفات اضطرت تحتاج دم. نعم. ممكن يكون ابني اللي عنده سلاسيميا او اللي عنده انيميا وعنده اي مشاكل ثانيه وعنده حتى اليوكيميا سرطان الدم احتاج للدم ده. فهي مفروض نحط في بالنا دائما انه المردود ده مالي انا شخصيا، المردود ده حتى لو ما جاني الحين بيجيني بعدين، انا اذا ما احتجت الحين بيجي وقت ممكن احتاج فيه، لا سمح الله صار حادث صار شيء تكون انت تبرعت لغيرك، جاء الوقت اللي يتبرع لك شخص ثاني اللي تبرعت له. صحيح. فهي اصلا يعني بجميع النواحي عمل انساني خير، في مردود ممتاز على كل المجتمع. احنا بالنسبه لنا طبعا كون المتبرعين يعني يكونوا متوفرين وموجودين ويسهلون الموضوع ده بيسهل علينا وظيفتنا ككادر صحي، وبالنسبه للمجتمع ما بيعانوا بعدين. يعني احنا زمان كان في بعض الدول او حتى عندنا في بلدنا احنا في السودان، كان لما يجي واحد يعمل عمليه بيكلموا كل الاهل نبغاكم تيجي تتبرعوا بدم عشان حنعطي قريبكم دم. ممتاز استاذ. في نقطه مهمه، انت ذكرت فوائد، يعني فوائد التبرع للشخص اللي يتبرع. أيوة. فوائد كثيره يعني أكيد. صحيا مثلا لو واحد نسبه دمه طبيعيه مثلا نقول 14 16 15 كم الفتره المعينه اللي هو لازم يتبرع فيها؟ طيب هي بنوك الدم في العاده اذا انت بتواظب على التبرع، وده الشيء اللي احنا نبغاه من ورا الحمله، وده الشيء اللي عملوا قصاد على اساسه هذا اليوم في كل دول العالم، على انه يكون دم متوفر ويكون بتبرع بصوره دوريه الناس، بيقولوا 56 يوم، بس كل البنوك بتقول 3 شهور. يعني اذا انت تبغى تتبرع بصوره دوريه ممكن كل 3 شهور تتبرع. وكل القيود زي ما قلنا حيفحصوا دمك، لقوه النسبه كويسه بياخذوا منك دم، لقوه اقل بيرجعوك على طول. خلاص ممتاز. يعني الحاجه الاساسيه احنا عندنا القيود الاساسيه ما بتتغير بغض النظر انت تتبرع على طول ولا ما بتتبرع على طول. كل 3 شهور لابد ان الواحد صحيا اذا كان دمه مناسب انه يبدا يتبرع بالدم. صحيح. يعني السؤال طبعا الأسئلة الصحية والطبية هذه الواحد دوم الدكاترة يتعبون، فنحن في مقابلة راح نسألك وايد دكتور اليوم. ولا يهمك حياك. زين دكتور، في هذه السنة انتو في يوم التبرع بالدم ركزين على محور معين ولا؟ طيب بالنسبة للمحور، هو في شعار، الشعار هو الإمداد للجميع، المقصود للجميع المستشفيات والهيئات والمرافق الصحية بالدم الآمن أو الدم المأمون. الدم المأمون ده تعريفه إحنا بالنسبة لنا إيش؟ هو الدم اللي لما أخذه أنا من الشخص ما بيأثر عليه هو صحيا. ممتاز. بالنسبة لنا إحنا كفحوصات وكإجراءات بيكون ماشي معانا زين، باعتباره إنه كل الأشياء اللي عملناها كانت ماشية زين. لما يجي نعطيه للشخص اللي محتاجه كويس ما بيأثر عليه، ما بيعمل أي مضاعفات حق نقل الدم، سواء أمراض أو تفاعلات أو شلل. ده هو دي ده زي ما يقولوا ده اللوجو حق الحملة السنة دي. الدم لما أنا تبرعت في الدم كم الفترة اللي ممكن يكون دمي صالح وموجود في بنك الدم؟
هو طبعا ممكن الدم يتخزن فترات طويله حسب ممكن حتى يعني احنا بالنسبه لنا حتى يعني كدم الدم نفسه احنا ممكن نفصله لاشياء يعني ممكن يتحط بلازما البلازما ممكن تتجمد عادي ممكن يتحط كريات دم حمراء لحالها ممكن يتحط صفائح دمويه كويس فالدم ممكن يتحفظ ما تتخيل يعني فترات طويله يعني كونه اصلا محطوط في الثلاجه بس احنا دائما بنفضل دائما الدم الفريش كل ما يكون فريش كل ما يكون احسن افضل لكن ممكن يتخزن فتره طويله في دوله الامارات كم بنك دم عندنا تقريبا دكتور لو تعرف والله عندنا في الفجيره بس كعدد ما ما ما, ما متاكد ما بس في 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 موجود كثير بس ما متاكد لكن بشكل عام لو تطلع الارقام دكتور في اقبال على التبرع عندنا الاقبال على التبرع في ايوه ممتاز يعني الحمد لله اقبال كويس جدا في وعي في المجتمع انه في وعي حتى وعي. عندنا احنا في شهر مايو في رمضان كان في حمله تبرع اعتقد السيارات وقفت جنب مسجد الشيخ زايد وقفت في اماكن كثيره في الفجيره في الفجيره والاقبال كان عالي جدا سواء كان من المواطنين من الوافدين والناس كان يعني جد هدفهم انه يتبرعوا بالدم عشان ينقذوا حياه اخوانهم الثانيين في مرضى يعني احنا امس كنا مستضيفين مرضى الفلاسيميا أيوة. اللي هم يحتاجون دم تقريبا في الشهر مرات كل 4 أسابيع كل 3 أسابيع يحتاجون أيوة. مثل هذول الأشخاص هم معتمدين على أشخاص ثانيين فسبحان الله تعالى الله جعلنا سبب أن نحن نكون موجودين ونساعدهم أكيد فمن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا كأنما أحيا الناس فلا بد أن نحن نكون موجودين وهذه رسالة أن نحن نوجهها للمشاهدين الناس اللي يتابعونا عمل الخير دوما يكون بسيط لكن عميق وكبير جدا كبير جدا المردود عند الله كبير يعني حتى عائد لك في الآخرة كبير جدا فسبحان الله تعالى شيء بسيط ما تخسر منه شيء ولا يكلفك لكن أجره عند رب العالمين كبير أكيد وعظيم أكيد. وأثر في نفوسهم أزين أنا بسألك عن فصائل الدم في 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 ناس يحتاجون يعني في ناس مثلا فصيلة دمهم الأو أعتقد الأو ماينس والأو بلس هم أكثر ناس تحتاجونهم ولا طيب هي طيب عشان أفصل لك الموضوع ده بس في نقاط سريعة احنا عندنا طبعا حاب يسموها الـ ABO الـ A الـ B الـ AB والـ O كويس بعد ما ناخد العينات الأولية دي عندنا حاب يسموها العامل الرثوي موجب أو سالب تمام طيب أكثر الناس أو موجب في العالم كله يعني نص سكان العالم أو موجب الأو موجب أو الأو سالب بيسموه المعطي الكريم اللي بيعطي أي أحد أو سالب أو سالب بس أو سالب. ما يأخذ إلا من أو سالب بس ما يأخذ إلا من أو سالب البخيل هو الأي بي الأي والبي أي بي ما يعطي أي أحد البي بلس أي بي أي بي أي بي بلس يعطي ممكن أي بي البي يعطي الأي بي الأو يعطي يعطي الثلاثة كويس بعد كده لما نجي للسالب السالب ما يقبل مع الموجب أصلا فعشان كده حيكون الأو موجب هو اللي ممكن يعطي أي أحد يعني الحين لو جانا واحد عامل حادث وبينزف على طول بيثبتوا الجرح بيقول لنا جيبوا لنا فصيلة أو سالب من بنك الدم على طول بيركبوا له هي عشان إيش إنه يعطوه دم عشان يعطوه ده في حالة يعني لو كان خلاص ما عندهم أي طريقة إنه الراجل ممكن ينقذ حياته ما عندهم غير دقائق طبعا اذا في وقت ثاني بياخذوا وقتهم عادي وبيعملوا التحاليل وبيعطوه على قدر الزمره حقته دكتور عماد الدين في بعض طبعا قبل الشخص يتبرع بالدم والاجراءات اللي يقومون فيها المستشفيات وبنوك التبرع بالدم انه يشوفون الشخص هل مصاب بامراض يعني امراض فيروسيه ممكن تعدي الناس الثانيه كيف والمده اللي يشوفون فيها اذا هذا الشخص مصاب باي مرض هي ولا لا طيب هي بالنسبه لنا احنا يعني في اشياء بيسالوك منها قبل ما انت تتبرع بالدم بالنسبه زي ما قلنا صحه الشخص نبغى الشخص يكون صحيح سليم معافى ما عنده اي مرض ولا عنده اي شيء بالنسبه عندنا بعض الممارسات هي اللي بتجينا الامراض دي سواء لو قلنا الاول او الشام فاحنا لو جانا شخص عنده وشم في العاده ما بنقبل منه عينه الا من 6 شهور من تاريخ ما توشم يعني انت توشمت بعد 6 شهور من قيسك ليش بنعمل كده عشان عندي انا ما عندي اي تحليل بيقدر يوريني الايدز في دمه قبل أقل من ثلاثة شهور لا دكتور أنا أسأل مثلا شخص طبيعي ما حاط وشم ولا شيء راح يتبرع أنتوا كيف أو المدة هم يأخذون يقيسون دمه إذا في أمراض هي ولا لا هي طيب أيوة أنت بيأخذوا منك العينة حقتك بعد كده بودوها المختبر بيعملوا تحاليل عليها يشوفوا مثلا التهاب الكبد الوبائي الإيدز بيشوفوا التهاب الكبد الوبائي إي وسي وبيشوفوا حتى مرات بعض أمراض المنقولة جنسيا الزهري والأشياء اللي زي دي على أساسها بعد كده يعني بيعملوا تحاليلهم وبيعملوا أشياءهم وإذا يبغوا يفصلوه بيفصلوه إذا يبغوا يخلوه زي ما هو بيخلوه زي ما هو بعد كده بيحطوه جاهز للاستخدام بس ما في دم الدم اللي ما مفحوص في العادة ما بيستخدموه لغاية ما يتفحص ويتأكدوا تماما إنه ما في شيء حتى بعد كده بيودوه على المستشفيات عشان يقدروا يستخدموه
فهي دوما عملية يعني منظمة، والشخص يروح يتبرع يشوفون دمه والأمور كلها مثل ما يقولون أكيد تمام وعالي العالي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. شو حاب يعني باكر وباكر يوم الجمعة، ودوما يوم الجمعة هي لمة الأهل ولمة العائلة. يوم الجمعة. وطبعا يوم الجمعة يوم روحاني، يوم جميل، ويوم تبرع بالدم، يوم العالمي للتبرع بالدم. فشو الرسالة اللي حاب توصلها أنت للجمهور أنهم يبدون يبادرون بالتبرع بالدم؟ طيب الرسالة اللي أبغى أوصلها وتبغى وزارة الصحة توصلها وهيئة الصحة العالمية وكل المرافق الصحية اللي بتتعامل مع المرضى اللي بيحتاجوا الدم، هي إنه التبرع بالدم إنقاذ حياة. إحنا حننقذ حياة البني آدم بتبرع الشخص، كويس؟ دي الحاجة الأساسية. والحاجة الثانية إنه أصلاً إحنا بالنسبة لنا يعني الدم الآمن زي ما قلنا هو الحاجة الأهم بالنسبة لنا، إنه الدم اللي حناخده من الشخص يكون مأمول لنا عشان نقدر نستخدمه للشخص الثاني، يعني ما ننقذ حياته ونحط له شيء بعد كده برضو نجيب له مرض ما يقدر يتعالج منه بعد. صحيح. فهي دي أهم حاجات أنا أنصح في كل الناس اللي يقدروا يتبرعوا ما يبخلوا بشيء زي ده، والأجر إن شاء الله عند الله عظيم بإذن الله تعالى. وإن شاء الله يعني الموضوع ده إحنا ما نبغاه كمان حتى يكون عشان اليوم العالمي للتبرع بالدم، ده موضوع يكون عادة عند الشخص، عادة عند الشخص بصورة دورية طوال العام. إحنا ما بنحتاج الدم في اليوم العالمي بس، نحتاج الدم على مدار العام. واليوم العالمي أصلاً لما عملناه نوع من الامتنان والاعتراف بدور المتبرعين في 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 صحة البني آدم. صحيح. وحتى عندنا إحنا بالنسبة لنا يعني الشخص إحنا نعتقد الصحة دي حق من حق من أي واحد، حقه إنه يكون صحيح وسليم ومعافى. فعلاً. شكراً لك دكتور عماد الدين يوسف الحسن، طبيب عام في مركز اللؤلؤية الصحي. شكراً جزيلاً لك، نورتنا، وإن شاء الله باكر كلنا متبرعين بالدم. والله إن شاء الله. إن شاء الله. شكراً لك. مشاهدينا الكرام لا تنسون باكر تتبرعون بالدم، وخلوكم ويانا وراح نواصل معاكم بعد الفاصل. حياكم الله مشاهدين الكرام، رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل. ودوما نقطة مهمة نحن نتكلم عنها، الإنسان دوما يحب يحقق الإنجازات، يحب أنه يوصل للمركز الأول، وهذا كيف ما يقولون التخطيط وحده لا يكفي. هذا الإصدار الثاني لكتاب كتبته كاتبة موجودة معنا راح نتعرف عليها، بس أنا النقطة الثانية اللي حاب أضيفها وهي المهارات وصفات لابد أن تكون موجودة عند اللي بيتحلى بالمركز الأول ويحقق الإنجازات. هذه أمور كثيرة أبغى نعرفها ونتعرف على تفاصيلها أكثر وأكثر. رحبوا معانا هنا في الاستوديو بالأستاذة سميرة خليفة، كاتبة ومدربة في التنمية البشرية. أهلا وسهلا فيك. مرحبا بكم وحياكم الله، وسعيدة بتواجدي اليوم معاكم. نورة أستاذة. الله يسعدك. التخطيط وحده لا يكفي، هذا نعم. الإصدار الثاني لكتابك. صحيح. صحيح. بالاسم شوية ملفت للانتباه وغريب، لو تكلمين عن هالسادة العنوان هذا. بداية كتابي هذا الثاني اسمه التخطيط وحده لا يكفي، مهارات وصفات يعرفها أصحاب المركز الأول. يلفت الانتباه اسم المركز الأول هني دائما مرتبط بقادة دولة الإمارات العربية المتحدة. دائما نحن نخطط لأمور كثيرة في حياتنا لمشاريع، ولكن نغفل عن جانب مهم جدا وهو صفاتنا نحن ومهاراتنا اللي راح تساهم في تحقيقنا لأهدافنا. فعلا. لذلك الكتاب هذا في مجموعة الصفات والمهارات المهمة جدا لأصحاب المراكز الأولى. جميل. الذين يسعون إلى التميز والنجاح. فما يميز هذا الكتاب أنه بنكهة إماراتية، تطرقت إلى قادة دولة الإمارات العربية المتحدة وهم خير قدوة للعالم. فبحكم أني أنا أدرب فقلت نحن نقرأ كثير كتب في التنمية، ولكن فيها مصطلحات عميقة وفيها أمور يعني صعبة يمكن شوي، يعني صعبة شوي. لذلك يفي بالي فكرة أني ألف كتاب سهل جدا مفيد للطلاب وربات المنزل والموظفين. كيف قدرتي أستاذة، خليني يعني أوقف أنا وسألك، الطالب يكون له نوع من أنواع التحدي يدش فيه، والموظف نوع من أنواع التحدي، والأم كذلك ربة المنزل له نوع من أنواع التحدي، كيف قدرتي تجمعين بين هذول كلهم يعني منهم يناسبهم هذا الكتاب؟ أحسنت. نحن في دولة الإمارات سفراء لهذا الوطن، لذلك ما يقتصر على فئة عمرية معينة أنك أنت تشكل وطن. فنحن همنا واحد وهدفنا واحد وين ما كنا في أي مكان. الهدف الأساسي أن نحن نظهر بمظهر لائق
لدولة الإمارات. صحيح. وأنا بحكم تدريبي الأسئلة كثيرة تيني عقب يمكن الدورات من الأعمار المختلفة، لذلك خلاصة الأسئلة وخلاصة المواضيع اللي ممكن تصعب على الناس حطيتها هني بما فيه فائدة لهم وبناء لشخصياتهم. أعطيك مثال، ربة المنزل مهم جدا أنها تعرف كيف تربي أبنائها علشان نصل جميعا إلى هدف واحد وهو رفعة الوطن. صحيح. الطالب كذلك مهم جدا يعرف ما هي السلوك المهمة والمهارات اللي المفترض يتحلى فيها عشان نحقق نفس الهدف. صحيح. والموظفين كذلك، إذا نحن سفراء لابد أن نكون بشكل جدا مشرف. فعلا دوما أنت قلتي كل واحد له تحدي في مجاله، لكن الهدف حسنت. اللي نحن نبي نوصل له هو هدف واحد. صحيح. ذكرتي نقطة حلوة أن هي بنكهة إماراتية. أحسنت. كيف المختلف عن الكتب الثانية بالتفصيل لو ذكرت لي. سؤالك جميل جدا. الكتاب هذا بدأت به، يعني لو الكاتب شاف الكتاب هو في مجموعة من يقرب في مجموعة من الصفات في هذا الفهرس. في المحتوى نفسه توجد في نهاية كل صفة توجد عندنا يوجد تدريب بسيط جدا وسهل لكي تمارس هذه المهارة بنكهة إماراتية، لأني حطيت فائدة إماراتية بعد كل صفة وتدريب. أوكي. بعد كل تدريب في فائدة معينة. نعم. وفي قصة لها أحسنت. واستشهدت بقادة الوطن وعطيت أمثلة، على سبيل المثال صفة التواضع. فائدة صفة التواضع وشو هي صفة التواضع وشو راح تفيدني فيه في بناء ذاتي. إذا وبعد ذلك تطرقت إلى تدريب معين وتمرين بسيط ممكن يعني يساعدك على أنك أنت تتدرب على التواضع، ثم الفائدة الإماراتية. طبعا ما يخفى على حد نحن الحمد لله رب العالمين قاداتنا هم مثال ممتاز وخير قدوة لي التواضع، لذلك كان بنكهة إماراتية ففي ذكر بعض الشخصيات الإماراتية وهم من القادة. فعلا أنت شوقتينا، يعني مثلا في كل مثلا عندك أظني في الكتاب الابتسامة وآثارها. أحسنت. وأنا دوما من الناس اللي لفتني ابتسامتهم أبوي الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه. أحسنت. ابتسامته ساحرة وتجذبك يعني. صحيح. وأكيد في تدريب وبعد التدريب في قصة. زين الابتسامة كيف تأثر علينا وكيف تأثر على حياتنا؟ جميل. يعني أول سؤالك رائع، أول صفة أنا حطيتها الابتسامة. دائما الابتسامة تفتح لك الأبواب. لما تتأمل في هذه الصفة هي صفة القادة في دولة الإمارات. وحطيت موقف صار لي شخصيا مع أحد القادة، شفتهم في يمكن شوارع أبوظبي وهم يسلمون على الشعب، فسردت القصة بشكل مختصر وقعدت أتأمل هذه الابتسامة. أنا شخصيا تأثرت ويعني حلقت وشعرت بالسعادة، فكان أول صفة حبيت أني أحطها في هالكتاب هذه الابتسامة اللي أثرت فيها. سألتني عن الابتسامة شو أثرها. للابتسامة أثر داخلي وخارجي كذلك. داخلي أنت بتشعر بالتفاؤل وأنك حاب تستمر في تحقيق أهدافك بشكل مستمر. خارجي كل إنسان أنت تفضلت وقلت يمكن يلفت انتباهك الابتسامة، فهذا الشخص دائما يدخل القلب، دائما هذا الشخص يوحي لك بأن الدنيا بخير وأن ما زال في أمل، فليش ما أكون أنا قدوة لهذه الصفة وأنشرها وأنشر الإيجابية. تمام. من أهم الآثار إذا بتسمح لي أعقب عليها واللي أنا استشفيتها شخصيا، أنا لما أبتسم في وجهي يمكن 15 شخص في العمل على سبيل المثال أو في اجتماع مثلا، تخيل أنت لما تشوف يقولون الابتسامة تعدي، أنا أبتسم الطرف الآخر لابد أنه يبتسم. لما تشوف الوجوه المبتسمة راح ينعكس على ذاتك وأنت راح تشعر بالتفاؤل، فترتفع معنوياتك من 15 شخص أو 20 شخص أمامك، لذلك أنت تستخدمها لذاتك أصلا. يعني أنت لما تبتسم تنعكس عليك. فهذه الفائدة اللي أنا يعني استشفيتها من أول صفة وشفتها في القادة، وفعلا صفة مهمة. أنا ما بسألك إن الإنسان كيف يكتشف إذا هو سلبي أو إيجابي. نعم. أبا أغيرها، كيف الإنسان يعرف إذا هو كان ضعيف ولا قوي؟ جميل.
يمكن خلال المعارض وال يعني سبحان الله التقائي بالزوار واللي حصلوا على هذا الكتاب، هذا السؤال يتكرر من الأسئلة اللي تتكرر. الآن أنا كيف أعرف أني أنا إيجابي أو سلبي؟ حتى مثلا دائما الشخص السلبي يفكر بأفكار سلبية. على سبيل المثال أنا رحت اليوم الاجتماع، دائما في بالي أن هذا الاجتماع ما راح بتفنش، هذا الاجتماع ما راح يكون مثمر، يعني أكيد أن الناس كلهم بيطالعوني بيشوفوني بنظرة دونية، ما بقدر أعطي. شايف البرمجة الداخلية كيف لك أفكارك هذه كلها بالسلب. فلما أنت تمشي على هذا المنحة حتى في أفكارك، إذن أنت شخص سلبي. والعكس صحيح تماما، لما أنت دائما تقول أنا أستطيع، أنا راح أوصل، أنا راح أقدر، أنا بكون متميز، أنا بكون ناجح، ما راح يأثر فيك أي شيء في محيطك، بل على العكس أنت راح تكون المحرك للآخرين، فهم دائما يحبون يقعدون معك لأن دائما كلامك طيب. وطبعا مثل قاداتنا كلامهم دائما طيب محفز. يمكن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يطول في عمره دائما المجالس اللي يسويها، هذا طبعا مثال واحد، والوطن مليء بالأمثلة. صحيح. دائما الكلام يعني إيجابي ومحفز كذلك، الهمم ترتفع، نحن نرتقي نصل إلى أهدافنا لرقي هذا الوطن. أستاذة حصة خليني أسألك، عفوا أستاذة سميرة خليفة معليش أنا أعتذر. لا تفضل. دوما في أي تحدي ولا في أي شيء نحن نواجهه في عدنا المشاعر اللي تتدخل في أغلب القرارات، كيف ممكن نحن نتغلب على مشاعرنا إن كانت تكون بناحية سلبية ولا بناحية إيجابية؟ ممتاز. لأن دوما المشاعر هي تخلينا نتخذ قرارات خاطئة في حياتنا. حسنت. المشاعر وجهة نظري الشخصية هي من الأشياء الأساسية اللي ممكن يا أما تخليك أنك أنت تستمر في الحياة أو أنك أنت تحبط وتروح في دائرة يعني عدم الإنتاجية وغيره وتكون مهمش. المشاعر دائما في علم النفس في دائما سلسلة معينة، ونسأل من أين تنتج المشاعر أصلا؟ المشاعر تنتج من الأفكار. إذا الباب الرئيسي لمشاعرك هي أفكارك. تخيل لو أنت تحكمت بأفكارك راح تتحكم بمشاعرك. أعطيك مثال، اليوم أنا يتني وظيفة معينة وعلى مستوى أني مدير قسم على سبيل المثال، وهذه فكرة يعني مثلا شخص وعرض علي هاي الفكرة، إذا هي فكرة. الفكرة هذه أنا حولتها إلى السلب وقلت هذا العمل جدا صعب وأنا ما راح أقدر يعني أعطي في هذا العمل. هذه مجرد فكرة صحيح، ينتج عنها شعور بالخوف، إذا أنا أخاف من البدء في هذه التجربة وهي فرصة حقيقة. لذلك الفرص في ناس ما يقتنصونها. صحيح. بسبب أفكارهم. إذا تولد عندي شعور الخوف من أصلاً أني أبدأ هاي التجربة أو أخوضها. رقم ثلاثة، يتكون عندك السلوك دائماً أفكار ينتج مشاعر تنتج سلوك. يا ترى السلوك اللي صار بعد ذلك شو؟ السلوك اللي أنا قمت فيه أني رفضت هذه الوظيفة وقلت لهم اسمحوا لي أنا الشخص غير مناسب. إذن هذه السلسلة في نصها مشاعر، المشاعر تحركنا إلى الأمام أو تحركنا إلى الخلف. فلا بد أن الواحد يكون ذكي في التعامل معها. أحسنت. وفي اتخاذ قراراته يعني ما يرجع للمشاعر. أنا خليني أرجع شوية وأسألك، هذا إصدارك الثاني، لو تكلمينا عن الإصدار الأول لك أو إصدارك الأول. ممتاز. إصداري الأول كان في 2018، اسمه ملامح قلب، مختلف تماما عن هذا الإصدار. الإصدار الأول ملامح قلب عبارة عن نصوص أدبية قصيرة، هي خلاصة تجارب شخصية يعني مريت فيها تقريبا خلال 4 سنوات. فخلال هذه الفترة أنا كنت فقط أكتب، وكانت الأفكار يعني هي المتنفس بالنسبة لي. الكتابة في هذا أو النصوص الأدبية هي بمثابة تحدي لنفسي. أحياناً أنت تمر بمواقف صعبة
بس في احس في عفوا في اختلاف كبير. احسنت. يعني القرارات اللي تكون من القلب من العاطفه تكون بعيده جدا من احسنت التخطيط وغيره. في اختلاف في بين شخص عاطفي يعني وبين صح التخطيط والذكاء. تفضلي. والكتابين هذيل يمثلوني انا تجربه شخصيه. سؤالك وايد جميل. الكتاب الاول ملامح قلب وعباره عن عاطفه وغيره ولا يخلو من نوع من الحكمة والعمق والاتزان كذلك. من هذه الفترة يلينا الحين أنا كنت أحاول أدرب نفسي على أني أكون أقوى، على أني أنجز وأنجح وأعطي وأكون يعني يمكن أحاول أكون نفس قادة دولة الإمارات. خلال هذه التجربة أنا قلت أتمنى كل إنسان يصل إلى الإنجاز والنجاح. لذلك تمر أنت ببعض العقبات في الحياة، مشاعر منخفضة، مشاعر مرتفعة، أفكار سلبية، أفكار إيجابية، إلى أنك تتمرن وتصل إلى الاتزان، تمسك بزمام الأمور وتستطيع أنك أنت تسير حياتك بأفضل حال. نحن ما نقول راح نكون يعني أفضل ناس، لكن بأفضل حال بحيث ما تتوقف لأسوأ الظروف، ما تتوقف حياتك تستمر. فكان النتاج الثاني سبحان الله هذا اللي هو تعليمي. حبيت الكل يعرف كيف يسيطر على مشاعره، كيف يستمر، كيف يكون متطور كتطور هذا الوطن والبلد ويساهم. حبيت أن الإنسان ما يكون مهمش فقط يعني قاعد شخص عادي، لا، نحن نبغى ناس متميزين وناجحين. فعلا أحسنتي أستاذة سميرة على أسلوبك، على كل سؤالك كلك تقولين لي أحسنتي وأحسنتي على الإجابة هذه. لكن أغلب الناس يعني الشعراء ولا غيرهم لما تسأليهم يقول لك لا هذا من وحي الخيال، ما حد يتجرأ يقول لا هذه من تجربة شخصية، صعبة تكون لهم. كيف قدرتي تقولينها من تجربة شخصية وكيف قدرتي تكتبينها خلال 4 سنوات وطلعينها؟ ما أخفيتي أمور؟ ما غيرتي أمور؟ هي النصوص أمانة الأدبية اللي حطيتها في ملامح قلب فيها تصريح أحيانا بتجارب شخصية وأقصد فيها العبرة والعظة للآخرين، وأحيانا فيها خلاصة مفيدة. وليست كل التجارب اللي ذكرتها فاشلة أو حزينة، في مواقف جميلة جدا حبيت كذلك أنقلها للقارئ. يعني إذا رجعت إلى سؤالك يعني ما خفت أني أصرح بالأمور، أنا مؤمنة تماما أن نحن كلنا بشر، ومؤمنة أن التجارب اللي أنا أمر فيها يمرون فيها كل الناس. فلذلك يعني أنت ما راح تعطي شيء جديد أو شيء مختلف عن الآخرين، بل على العكس أنت راح تفيدهم دائما. في الكتاب من الجميل أنك تحط فائدة للناس، هم يمكن ما يبون يعرفون تجربتك شو بيسوون فيها، لكن عطهم فائدة. طيب أنت مريت بتجربة، شو حصلت بعدها أو كيف تغلبت عليها؟ لذلك حلو أنك تعطي القارئ فائدة من بعد ما يعني تكتب أي مثلا فقرة أو نص أدبي أو حتى معلومة. زين، أهمية أني أنا أعرف طبع الشخص قبل لا أتعرف عليه مهمة جدا. نعم، وأقول لك أحسنت. فمهم، هذه من الصفات اللي أنا حطيتها في الكتاب، تعرف على أنماط البشر. وما كتبتها بشكل عميق جدا لأن الناس سبحان الله مرات يعني يستصعبون في مقياس لتحليل الشخصيات. نحن يمكن في الدورات التدريبية نتطرق له بشكل مكثف، ولكن الكتاب هذا كان لكل الفئات. لذلك لما حطيت هذه الصفة حبيت أنه يستفيد منها حتى الطالب. ممتاز. ولله الحمد في المعارض اللي أقيمت، يعني يمكن نزل الكتاب في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وكذلك في معرض الكتاب الإماراتي، الطلاب يو مروا على المعرض خذوا نسخة ومروا علي مرتين وثلاث لله الحمد، وناقشوني في المحاور ومن ضمنها التعرف على الأنماط، لأن بطريقة سهلة كتب المحور هذا صار الناس بسهولة ممكن يتعلمون. نرجع إلى فائدة التعرف على أنماط الشخصية،
دائما انا اقصد الانماط، عفوا قاطعت، الشخص عصبي احسن هادي مزاجي، كيف يعني اتعرف؟ كيف تتعرف عليه؟ طبعا انت يمكن اذا شخص خبير راح تعرفه من ايماءات الجسد، راح تعرفه من صوته، راح تعرفه من طريقة كلامه، الكلمات اللي يقولها راح تعرف هذا الشخص كيف أتعامل معه. فعلا. وأنا ذكرت هذا بشكل سهل جدا للقارئ. بسيط. وبسيط جدا. على سبيل المثال أقول لك في نمط اسمه الشخص العاطفي. لكن للأسف أستاذة سمير الوقت داهمنا ونحن كنا مستمتعين. أنا يعني ما ودي أقاطعك لكن بالعكس. أمانة كنا مستمتعين وياك وايد. بالعكس. وشكرا جزيلا لك وعلى حضورك، وشكرا لكل طاقم العمل، شكرا لك أستاذة سميرة خليفة كاتبة ومدربة تنمية بشرية، شكرا نورتينا. حياك الله وسعيدة بوجود اليوم في الفجيرة وبارك الله فيكم والله يعطيكم العافية. نورتنا يا أهلا وسهلا فيك. مشاهدين الكرام وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة، حياكم الله ونشوفكم يوم الأحد على خير. مع السلامة، تصبحون على خير وسعادة.